تربية الأطفال. التربية زمان كانت حاجة، دلوقتي حاجة تانية خالص. زمان إحنا كنا بنتضرب عادي على فكرة، يعني الشبشب ده كان حاجة متعرف عليها، مش عيب يعني. آه ماما ضربتني، ده جابت مش عارفة الشماعة وكسرتها عليا، دي جابت الشبشب وضربتني بيه، كان عادي. الجيل بتاعنا ده جيل اتضرب وتهان كتير، وطلعنا كويسين وحلوين وما فيناش مشاكل طبعا، لان يعني ما بتكلمش على العنف الشديد يعني، بس بتكلم على مبدا الضرب او مبدا التعنيف او مبدا الزعيق. احنا الجيل بتاعنا احنا اتربى عليه. الجيل الجديد ده لو جيت سمعت مثلا انا شفتها ضربت ابنها حته الضربه دي، مسكت مش عارفه اللي ايه وضربته، تقول ايه ده، دي ازاي، دي ام قاسيه جدا، دي ام مش عارف ازاي عملت كده. طريقه التربيه اختلفت دلوقتي، يقول لك لا ما تعنفش، ما تزعقش، ما تضربش، اقنعه، اتكلم معاه. الاسلوب اختلف تماما. دلوقتي بقى يقول لك ايه، يقعد على نوكي تشير. فلوقتي تيجي تقول للطفل ايه، هقعدك على نوكي تشير، ها، يقوم هو رايح قاعد لوحده. ايه العقاب في كده، انا قعدت على نوكي تشير، قاعد على كرسي. فده فكر في مدرسه وفي مدرسه تانية. بس احنا في الاخر كامهات غصب عننا بنتعصب، وغصب عننا بنتنرفز، وغصب عننا يعني بنستخدم اساليب كتير غلط، وبنندم بعد كده، ونقعد نقول يا ريتني ما عملته، يا ريتني ما زعقت له، يا ريتني ما ضربته، وعايزه ابوسه وهو نايم حسب الذنب، ولكن خلاص ما انا ضربته وزعقت له. الطريقه الصح يقول لك دايما الطفل العنيد، انا ابني عنيد، ابني عنده فرط حركه، بيتحرك كتير. لما انا بقى قعدت قريت شويه في الموضوع ده لقيت ايه؟ لقيت حاجه لذيذه جدا. لقيت انه الطفل العنيد ده اللي بيتحرك كتير، ده العنيد اللي عايز يعمل حاجات كتير، طفل ذكي بيتمتع بالذكاء. الطفل العنيد، انا بتكلم على السنوات الاولى، الطفل العنيد طفل ذكي، ابنك ذكي، ما تزعليش انه عنيد، ما تزعليش انه بيتحرك كتير، عايز يخرج بره القوانين اللي انت حطاها، ده طفل ذكي بيفكر، فما نزعلش، بس اتعلم اتعامل معاه ازاي. الطفل العنيد ده ليه طريقه تعلم، ممكن اقنعه، احببه في الحاجه. وفي مدرسه تقول لك ايه، خيريه بين حاجتين، يعني مثلا لك ايه، ماما مش عايزه اكل لحم، ما بحبش اللحم، ماما ما بحبش اكل خضار، فممكن تقولي له ايه، هتاكل بسله ولا هتاكل باميه، ما تقوليش عايز تاكل ايه، او ده الاكل الموجود، خيريه بين حاجتين انت عايزاهم، فيبتدي عقله يركز في الحاجتين دول بس، انا هاكل يا باميه يا بسله. ما تيجي لو رتبنا اوضتك شكلها يبقى حلو قوي، لو رتبنا الاوضه بتاعتك شكلها هيبقى جميل، مش خش رتب اوضتك، خش مش عارف اعمل ايه، ما تيجي نرتب اوضتك مع بعض وشكلها هيبقى حلو قوي. ابتدي، احنا عاده ما بنعملش كده على فكره، الناس اللي بيعملوا كده قليلين قوي. يعني ساعات مثلا بنتي تيجي تقول يا ماما انا عايزه اكل حاجه حلوه، دي الحاجه الحلوه دي انا عايزه اكلها، يا بنتي مضره مش كويسه هتاذيكي هتعي، لا يا مامي انا هاكلها انا عايزه اكلها. فبقوم داخله على اليوتيوب ومورياها مثلا الحاجة حلوة دي بتتعمل ازاي، ولا بصي بتتعمل ازاي، بصي بيحطوا عليها ايه، تقولي يا مامي مش عايزة اكلها تاني، مش عايزة اغسل ايدي، مش عايزة، بدخل افرجها على شكل الجراثيم بتبقى عاملة ازاي، وهي تحت التلسكوب متكبرة، فبتشوف بقى حاجات فظيعة، ايه ده معقول يا مامي ده على ايدي دلوقتي، اه ده على ايدك لما بتغسليش ايدك. في اساليب للاقناع، ازاي اقنع طفلي، ازاي اطلعه حد عنده شخصيه، ما هو كتر الزعيق وكتر الضرب وكتر التعنيف في الاخر بيطلع الطفل يعني زياده عن اللزوم. لما بيكبر العند في السنوات المبكره حاجه، وفي السنوات الكبيره حاجه تانية. يا اما هطلع طفل عنيد جدا لما بيكبر، يا اما هطلع طفل ما عندوش شخصيه وعايز حد ينساق وراه طول الوقت. لازم اعلمه ازاي يتخذ قراراته تكون قرارات صح، لازم احاول اقنعه بالصح، لازم اطلعه طفل هادي و متربي كويس، عشان ما تطلعش في الاخر حاله نفسيه معقده.